يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاء المصلي والإمام راكع هل يكبر تكبيرة واحدة أم اثنتين؟ وإذا كانت واحدة فهل ينويها للإحرام أم للركوع؟ أما تكبيرة الإحرام فلا بد منها، وهي ركن من أركان الصلاة، ويأتي بها وهو واقف. ثم التكبيرة الثانية التي للركوع هذه سنة في هذا الموضع، في هذا الموضع سنة، إن شاء أتى بها وإن شاء اقتصر على تكبيرة الإحرام. نعم.